بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد للصف الثاني ثانوي في مادة الفيزياء للفصل الدراسي الأول. موضوع درسنا لهذا اليوم يتحدث عن الموائع المتحركة ومبدأ برنولي وأيضا المواد الصلبة. رح نتعلم بإذن الله تبارك وتعالى ونعرف مبدأ برنولي، وأيضا نعرف كيف تطير الطائرة، وتعرف تطبيقات على مبدأ برنولي، وأيضا تعرف خطوط الانسياب، وكذلك نربط خصائص المواد الصلبة بتركيب المواد الصلبة، وأيضا نتعرف على المواد البلورية وغير البلورية. في البداية، كيف تطير الطائرة في الهواء؟ كيف تطير هذه الطائرة الجسم الصلب الذي يزن عشرات الأطنان في الهواء وكأنه ريشة خفيفة جدا لا وزن لها؟ ما هي الآلية؟ ما هو المبدأ الذي تعمل عليه هذه الطائرة؟ طبعا المبدأ الذي تعمل عليه هذه الطائرة هو مبدأ برنولي. رح نعرف بالضبط كيف تطير الطائرة من خلال هذه التجربة البسيطة جدا. ماذا تتوقع أن يحدث لطرف الورقة الأمامي، هذا الطرف، عند نفخ الهواء فوق الورقة؟ جرب هذه التجربة، انفخ الهواء فوق الورقة، سترى أن الطرف الأمامي لهذه الورقة يصعد إلى أعلى، ستجد أن هذا الطرف يصعد إلى أعلى مع أنه الهواء كان يمر فوق الورقة وليس أسفل الورقة. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك يا ترى؟ الهواء عبارة عن مائع، وهذا المائع من خصائصه أنه كلما زادت سرعته قل ضغطه. إذا زادت السرعة يقل الضغط. جميل. هذه الورقة يوجد عليها ضغط في الأعلى، يوجد عليها أيضا ضغط في الأسفل. في الظروف العادية الضغط العلوي يساوي الضغط السفلي، ولكن عندما قمت أنت بتسريع الهواء، بتسريع المائع الموجود في أعلى الورقة، هذا يعني أن الضغط العلوي انخفض وزاد الضغط السفلي، مما يجعل هذه الورقة تصعد إلى أعلى. جميل. ماذا يحدث للسرعة عندما تقل مساحة المقطع؟ نأخذ على سبيل المثال عند استخدام لي الماء، في بعض الأحيان نحتاج إلى تقليل المساحة، مساحة الفوهة بالإصبع، نرى أن الماء تزداد سرعته ويصل إلى أماكن بعيدة. نستنتج من ذلك أنه عندما تزداد سرعة السائل يقل ضغطه، وهذا هو مبدأ برنولي. نشوف مع بعض. الآن الماء يعبر خلال هذا الأنبوب مع سرعة متوسطة وضغط متوسط. عندما تقل المساحة تزداد السرعة، لاحظ، ويقل الضغط. وعندما تعود مرة أخرى هذه المساحة إلى ما كانت عليه في البداية، تعود السرعة والضغط كما كان. إذن ركز، عندما تقل المساحة تزيد السرعة ويقل الضغط، وهذا هو بالضبط ما يحدث في الطائرة. إذن لو حبينا أننا نفكر قليلا ونشوف مبدأ برنولي تمثيل لمبدأ حفظ الكتلة أو حفظ الشغل والطاقة أو حفظ الزخم أو حفظ المادة عند تطبيقه على المائع.
إذن مبدأ برنولي تمثيل لمبدأ حفظ الشغل وحفظ الطاقة. إذن خلينا نشوف من تطبيقات مبدأ برنولي على الطائرة ونشوف ما هو السبب الذي يجعل الطائرة تطير إلى أعلى. السبب يعود إلى قوة الرفع في الطائرة. هذا الجناح عندما تبدأ الطائرة بالحركة بسرعة كبيرة جدا، الهواء في الأسفل لا يتأثر، لاحظ الهواء في الأسفل لا يتأثر، سرعته قليلة وضغطه عالي. أما الهواء الذي يعبر فوق الجناح وبسبب هذا الانحناء يزداد سرعته ويقل ضغطه. إذا قل الضغط في الأعلى وزاد الضغط في الأسفل، هذا يعني أن هذا الجسم سوف تقل كتلته، يصبح كأنه وزن خفيف فيبدأ في الصعود إلى أعلى، تزداد قوة الرفع من الأسفل إلى الأعلى. إذن مرة أخرى لاحظ، ضغط في الأسفل قليل، ضغط في الأعلى أقل، يصبح هذا الجسم خفيف جدا وتزداد قوة الرفع وتصبح الطائرة عندئذ مستعدة للصعود وللطيران. إذن تقويم، اختر الإجابة الصحيحة. إذا نقصت مساحة الأنبوب زادت سرعته، قلت سرعته، يتوقف ولا لا يتأثر تدفق المائع فيقل ضغطه. مرة أخرى، إذا نقصت مساحة الأنبوب ما الذي يحدث لتدفق المائع؟ هل يزداد سرعة تدفق المائع، تقل سرعة تدفق المائع، يتوقف نهائيا ولا لا يتأثر؟ إذن ذكرنا أنه إذا نقصت المساحة زادت السرعة، زادت السرعة فيقل على طول، راح يقل معه الضغط. هناك تطبيق آخر لمبدأ برنولي اللي هو على السيارات. لماذا تدفع شركات السيارات ملايين الريالات في تحسين شكل السيارة وفي أيضا تحسين انسياب الهواء على السيارة؟ خلينا نفكر قليلا ونعود لمبدأ برنولي مرة أخرى، سنجد الإجابة واضحة وضوح الشمس. لاحظ معايا، عندما تتحرك هذه السيارة الهواء الذي يدخل في أسفل السيارة يصبح ضغطه ضغط عالي، أما الهواء الذي يصطدم ويصعد إلى أعلى السيارة يصبح ضغطه ضغط منخفض. انخفاض الضغط تعني قوة رفع إلى الأعلى، هذا يعني أنه وزن السيارة سيصبح أقل مما هو في الحقيقة بسبب اختلاف الضغط. لذلك أغلب السيارات وأغلب شركات السيارات تحاول أن تكون أشكال سياراتها انسيابية، بحيث أن الهواء عندما يصعد إلى الأعلى لا يتغير ضغطه كثيرا ويصبح ضغطه مساو أو قريب من الضغط الذي يكون في الأسفل. عندئذ تصبح القوة التي ترفع السيارة إلى أعلى غير موجودة أو قيمتها قليلة، مما يجعل هذه السيارة مستقرة. سؤال للتفكير، لماذا ينهار المنزل من الداخل إلى الخارج عندما يمر إعصار فوق؟ لاحظ الآن هذا الإعصار يمر فوق المنزل، لماذا ينهار المنزل من الداخل إلى الخارج؟ ينهار من الداخل إلى الخارج وليس من الخارج إلى الداخل، يعني المنزل عندما ينهار لا يسقط إلى الأرض إنما يصعد إلى أعلى. ما هو السبب؟ كما قلنا أنه عند مرور الهواء فوق المنزل يصبح الضغط أقل،
أقل مما هو موجود في هذا المكان أو في هذا المكان أو داخل المنزل. عندئذ ستكون هناك قوة تدفع الجسم إلى أعلى، لأن الضغط أصبح فوق أقل، إذن ينهار المنزل إلى أعلى كما هو مذكور في هذا السؤال. هل تتوقع أنه يمكن التمييز بين الحالة الصلبة والحالة السائلة تحت ظروف معينة بسهولة؟ خلينا أديكم مثال على هذا الكلام. عندما أقوم بتبريد السائل أو تسخين الجسم الصلب، هناك منطقة في المنتصف يصبح فيها الجسم لا يميل إلى السيولة ولا يميل إلى أنه يكون جسم صلب، يكون جزيئات هذا الجسم ليست ثابتة في أماكنها وليست أيضا سهلة الانتقال. في هذه الحالة ليس من السهل أن نميز ما إذا كان الجسم جسما صلبا أو جسما سائلا. أعطيكم مثال على ذلك، مثلا الزبدة عندما تكون موجودة خارج الثلاجة لفترة معينة تلاحظ أنها ليست جسما صلبا وفي نفس الوقت ليست مادة سائلة. جميل. الأجسام الصلبة هي مواد قاسية ويمكن أن تقطع عدة قطع وتحتفظ أيضا بشكلها بعض التقطيع، ويمكن دفع المادة الصلبة، أي يمكن تحريك المادة الصلبة إذا أثرت عليها بقوة يمكن أن تتحرك وتنتقل إلى هذا المكان مثلا. أما المواد السائلة والهواء فهي مواد لا يمكن أن تدفع. جميل. المواد الصلبة زي ما تعرفوا هي مواد جزيئاتها تكون ثابتة في أماكنها، لا تنتقل ولا تتغير أبدا، وهي مثل المواد السائلة التي تكون جزيئاتها حرة الحركة، أو المواد الغازية أيضا تكون جزيئاتها حرة الحركة. لذلك المواد الصلبة عندما أقوم مثلا بقطع المادة الصلبة يبقى الشكل ثابتا، تبقى الذرات والجزيئات في أماكنها. جميل. هناك ما يسمى بالشبكة البلورية. الشبكة البلورية الموجودة في الأجسام الصلبة هي عبارة عن نمط ثابت ومنتظم يتشكل عندما تنخفض درجة حرارة السائل. عندي سائل انخفضت درجة حرارته بدأ يتحول من السيلان إلى الجسم الصلب. المادة التي تحتفظ بشكل ونمط ثابت ومنتظم تسمى مادة بلورية. دائما عندما أخفض درجة حرارة السائل هذا أحصل على نفس النمط بنفس الانتظام، إذن هذه المادة تسمى مادة بلورية، لها شبكة بلورية. هناك مواد أخرى لا تشكل نمط ثابت وتسمى مواد غير بلورية. إذن المواد الصلبة البلورية هي المواد التي جزيئاتها مصطفة بأنماط مرتبة ومنظمة ولها شكل وحجم محدد. لاحظ معايا الجزيئات التي باللون الأحمر أماكنها منتظمة وتحتوي بينها وبين المواد الأخرى على مواد أو جزيئات باللون الأصفر، هي مواد منتظمة دائما ونسميها المواد الصلبة البلورية. نشوف سؤال آخر. يصنف الجليد من المواد الصلبة البلورية، الصلبة غير البلورية، السائلة اللزجة بطيئة التدفق، السائلة اللزجة سريعة التدفق. ماذا نصنف الجليد؟ طبعا الجليد هو عبارة عن ماء، وعندما نخفض درجة الحرارة على هذا الماء يتحول إلى الجليد. اكتشف العلماء
أنه كلما بردنا الماء وتحول إلى جليد فإنه يحتوي على نفس ترتيب الشبك البلورية، إذن هذه مادة صلبة بلورية. المواد الصلبة غير البلورية هي المواد التي ليس لها تركيب بلوري محدد ولا منتظم، ولكن لها حجم وشكل محددان. لاحظ التركيب، لاحظ اصطفاف جزيئات هذه المادة، هذا التركيب غير منتظم، إذن نطلق عليها ونسميها المواد الصلبة غير البلورية. طيب، هنتكلم الآن على الضغط والتجمد. جميع المواد عندما تتأثر بالضغط، عندما نضغطها ونقوم بتخفيض درجة الحرارة عليها، فإن درجة التجمد لها تزداد. يعني بدل ما كانت تتجمد مثلا عند الصفر مئوي، تصبح تتجمد عند 10 درجات، طبعا تحت الضغط. الماء هو المادة الوحيدة التي إذا ضغطناها أو أثرنا على سطحها بالضغط تنخفض درجة التجمد لهذا الماء قليلا. يا ترى ما هو السبب في ذلك؟ لماذا؟ لو لاحظت أنت أنك في يوم من الأيام عندما قمت بتجميد الماء حصلت على ثلج حجمه أكبر من المتوقع. الماء والجليد عندما تنخفض درجة حرارته، عندما يتجمد يزداد حجمه. عندما يزداد الحجم وأنت تؤثر بالضغط، هذا يعني أن الجزيئات التي أرادت أن تصطف لكي تصبح مادة صلبة اللي هي للجليد، أنت قمت أثرت عليها بالضغط من الجهتين وهي لا تريد أن تضغط، تريد أن تتمدد. هذا يعني أنك ستحتاج إلى درجة حرارة أكبر، أو آسف، درجة حرارة أقل لكي تتجمد المادة. يعني مثلا عندما نجمد الماء في ضغط عادي نحتاج إلى درجة حرارة 0، أما إذا أثرنا عليها بالضغط فإن درجة حرارة التجمد عندئذ تصبح أقل، تنخفض، تصبح مثلا سالب 10 درجات مئوية لكي يتحول هذا الماء إلى الحالة الصلبة. جميل، نشوف هذا السؤال. اختر الإجابة الصحيحة. بزيادة الضغط على سطح الماء فإن درجة تجمده تبقى ثابتة، تنخفض، ترتفع، لا يوجد إجابة. ذكرنا أنه بزيادة الضغط على سطح الماء جزيئات الماء لن تأخذ راحتها، إذن لن تتجمد بسهولة، إذن تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة أكثر. جميل، راح نتكلم الآن على مرونة المواد الصلبة. المواد الصلبة لها مرونة ولكن تختلف من مادة إلى مادة أخرى. ومرونة المواد الصلبة هي قدرة الأجسام الصلبة على العودة إلى شكلها الأصلي، لاحظ أن تعود إلى شكلها الأصلي عند زوال تأثير القوة الخارجية. نأخذ مثال على هذا الكلام اللي هو النابض. إذا أثرنا على النابض بقوة إلى الأسفل سوف يعود مرة أخرى إلى شكله الأصلي بعد زوال هذه القوة. إذن النابض له مرونة. جميل، لكن إذا أثرنا عليه بقوة أكبر من القوة المحددة عندئذ قد لا يعود مرة أخرى إلى شكله الأصلي، ونقول أن هذا النابض فقد مرونته. قابلية المواد الصلبة للطرق أو السحب. هناك مواد إذا أثرنا عليها بالطرق يتغير شكلها
وتصبح خفيفة مثل هذا الذهب. الآن هذا الذهب تعرض إلى الطرق بالمطرقة فأصبح ذو سطح كبير وفي نفس الوقت خفيف جدا. هناك مواد أخرى لا تقبل الطرق، إذا قمت بطرقها فإنها تتكسر، منها النحاس. النحاس إذا أثرت عليه بالطرق فإنه لا يتمدد بل ينكسر. النحاس قابل للسحب، أي إذا أثرت على قطعة من النحاس وسحبتها هذه القطعة ستصبح ويتغير شكلها إلى شكل طويل ويزيد طولها. إذن هناك مواد لها قابلية للطرق مثل الذهب، وهناك مواد لها قابلية للسحب مثل النحاس. الخاصية التي تمكننا من تشكيل المادة على صورة رقائق دقيقة جدا هي قابلية المادة للسحب، قابلية المادة للطرق، قابليتها للضغط. لا يوجد إجابة. ما هي هذه الخاصية؟ قلنا أن الخاصية التي تحول المادة على شكل رقائق جدا هي قابليتها للطرق. إذن تعلمنا اليوم مبدأ برنولي، وقلنا أن مبدأ برنولي يقول أنه عندما تزداد سرعة السائل يقل ضغط هذا السائل. أيضا أخذنا تطبيقات عملية على مبدأ برنولي اللي هو قوة الرفع في الطائرة، وأيضا خطوط الانسياب في السيارات مثلا. أيضا تحدثنا عن المواد الصلبة ورأينا أشكال المواد الصلبة، وأنه هناك مواد بلورية وهناك مواد غير بلورية، وأيضا تكلمنا وتحدثنا عن خصائص الطرق والسحب للمواد الصلبة. هذه مراجع درسنا لهذا اليوم، وللتواصل أو المزيد من الدروس الرجاء زيارة عين بوابة التعليم الوطنية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.